السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروعنا اليوم هو عبارة عن الجزء الأول، وأبينها لكم وآلية تجاوز هذه الضغوطات. بالدرجة الأولى أنت مترجم، تعتبر مترجم محلف عندما تؤدي القسم بأنك تنجز معاملة أو تنجز وثيقة للترجمة. يجب أن تكون مسؤولا أمام الله وأمام القانون، وهنالك بعض المترجمين يكونون محلفين في المحاكم، لكن أنت بالأصل مؤدي القسم داخل الكلية عندما تتخرج، فلا يجوز لكم تحريف أو إضافة أو تقديم أو تأخير أي مفردة. يعني أكثرنا واقعين بهذه المسائل هي مسألة الرشوة. هنالك معاملات قانونية رسمية تعرض على المترجمين كأن تكون قضية في محكمة، قضية قتل، قضية وفاة، فيلجأ الشخص إلى المترجم في دولة أجنبية القضية، يعني في ألمانيا على سبيل المثال، ويجي للمترجم. عنده فيرزيشرون، شنو الفيرزيشرون؟ تأمين، عنده تأمين. التأمين ما يصرفه له بألمانيا إلا يكتب له حادث دهس، مو وفاة اعتيادية. هنا أنا راح تلعب دور نزاهتك وأمانتك بنقل الترجمة، وانعرضت الكثير الكثير من هذه المسائل، فهذه نسميها النقطة الأولى الرشوة، اللي بالألماني بشتشون نسميها الرشوة. أولاً قلنا الرشوة، هذا الضغط الأول. الضغط الثاني، هنالك أساليب تمارس على المترجم، وحدثت هذه عندما رافق بعض الزملاء العمليات العسكرية، ضمنها هي الأمانة، والأمانة لا يجوز مهما كلف الثمن، لا يجوز التلاعب بأي حرف أو بأي كلمة. هذه إذن الابتزاز اللي نسميها الأربرسون بالألماني، الأربرسون، الأربرسون يعني يبتز. عندنا النقطة الثالثة، كذب، كذب بالترجمة. أيضا تحدث هذه الأساليب خصوصا بالمندلشة أوبرزاتسون، بالترجمة الشفوية. الترجمة الشفوية تحدث بها أساليب كذب. شلون؟ تحريف الكلام، يعني مثلا على سبيل المثال تحقيق في المحاكم، احنا دائما نركز على المحاكم حتى تكون أوضح الصورة. تحقيق في محكمة معينة مع شخص.